بصراحه كانت تجربه زوينه بزاف، وانا اصلا كيعجبني الشغل مع المخرج محمد نصرات، وهذا الفيلم هذا صراحه تعبنا فيه بزاف ودرنا فيه بزاف ديال المجهودات لحقاش ما كانش ساهل، حتى لي كونديسيون ديال التصوير بحكم ان صورنا في الصيف والصحراء كان شويه الجو كان شويه الجو صعيب، والحمد لله كانت الاجواء كلها زوينه. كنتمنى ان شاء الله الفيلم يعجبكم. انا ما كنتش مترأس العصابه، انا كنت عضو في العصابه، اللي كان مترأس العصابه هو الممثل كمال كاديمي، وحنا كنا اعضاء من العصابه. التواجد ديالي بالنسبه للزملاء اللي كاملين مشاركين في الفيلم باش نشوف الاصدار ديالهم، وكذلك كنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، فانا جيت سعيده بالحضور ديالي معهم، وكنتمنى لهم ان شاء الله الفيلم يكون عنده اعلى مبيعات في السينما المغربيه. شوفي من كيفاش غنقول لك، شي حاجه اللي هي فيك عاديه غادي تقوليها، فكل واحد كيفاش كيحسبها، ما عرفتش، كل واحد اختي وشغلو هذاك، كل واحد وفمو هذاك، انا نتحمل المسؤوليه ديال انا شنو كيصدر مني. فكنتمنى لهم كاملين التوفيق، كنتمنى لهم يلبسوا اعلى 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 ثمن حيت يستاهلوا، جميع الفنانات المغربيات يستاهلوا انهم ياخذوا اي حاجه زوينه. كنتمنى ليه النجاح، انا ميم باقي ما شفتوش، فغير من التصوير ومن خلال الممثلين اللي كاينين فيه فان شاء الله غادي يكون ناجح. لا ما عنديش راي شخصي في هذه الامور، حيت انا ما نقدرش نعطيك راي فنانين في حالي، لان هذا الشيء كيخص الاداره ديال المهرجان، فكل واحد وظروفهم. ما عرفتش، كنقول لكم ان شاء الله الله يوفقكم، والله يوفق المنتخب المغربي ديالنا ان شاء الله في الكاس، وإحنا معكم قلبا وقلبا. السلام عليكم، معكم الممثلة أسماء بن زكر، ورئيسة مهرجان إبداعات سينما التلميذ بالدار البيضاء. فأنا جيت سعيدة الحضور ديالي، أنني لبيت الدعوة من أصدقاء وسيد المخرج ديال هذا الفيلم السلعة، اللي كنتمنى له إن شاء الله مسيرة موفقة والتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله غادي يكون صدى جميل ورائع جدا، وكنتمنى النجاح إن شاء الله على قاعات سينمائية الكبرى بإذن الله. وبصراحة الفنان أنه خاصو يمشي يحضر مثلا الافتتاح أو الاختتام ديال المهرجان أو مواكبة ديال المهرجان، يعني مسألة قناعة، يعني ماشي بالضرورة أنه يقول شحال كيلبس في اللبسة ديالو أو لاغوب ديالو أو القفطان ديالو، فإنسان خصو يكون قنوع ويلبس داكشي اللي يبغى واللي يختار، وما يعطيش حاجة أكثر من قيمتها. إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني اللي إن شاء الله غادي يفوز بحول الله، وحنا دائما متفائلين ودائما إن شاء الله حنا مشجعين الفريق الوطني المغربي ديالنا، دائما فيف لو ماروك. داك الشيء كانت مسألة حظ، يعني كنتمنى يعني ياخذوا بعين الاعتبار ويعطيو قيمة للفنانين ديالنا اللي عطاو الكثير لهذا الميدان الفني ديالنا، والله يديهم، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اولا بعد السلام عليكم، شكرا عليكم انكم شقمتوني من وسط الناس. الحضور ديالي هو اننا بحكم كنوجدوا دابا مسلسل جديد المخرج محمد نصرات، اللي غيتعرض ان شاء الله على قناه دوزام، وملي زعما قدم لي الدعوه تارني الفضول انني نجي ونشوف القصه ديال الفيلم، حيت بزاف الناس كيدويو عليه بكل حماس، وكلنا كنعرفوا المخرج محمد نصرات تبارك الله ما شاء الله، الاسم ديالو سابق والاعمال ديالو سابقين. كرأي شخصي هي صراحه خاصها تكون التفاته للناس اللي تبارك الله سابقيننا في الدومين، اللي الناس سابقيننا في الدومين، اللي واخا الواحد ما عرفش فين يوصل، يعني كيبقى الناس اللي قبل منا واللي سبقونا في الميدان انهم عندهم تجربه وخبره كثيره علينا حنا. لهذا كنتمنى من اللجنه المنظمه ديال المهرجان انها دير واحد التفاته للناس اللي تبارك الله عطاو طابع كبير في الميدان الفني، وكنقول لهم كنتمنوا ديروا هذه التفاته لجات على خاطركم. الجديد ديالي ان شاء الله مسلسل في دوزام، معايا هذه البنوته الجديده اللي مثله بنتي غيتا في المسلسل الجديد ان شاء الله. كنقول في المسلسل الجديد ان شاء الله في ام بي سي في دوزام، كنقول للناس تبعونا ان شاء الله في مسلسل زوين مع ممثلين رائعين ومع مخرج غزال وايكيب واعره، وحتى القصه زوينه بزاف اللي غتنال بزاف ديال الناس اعجاب ديالهم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.